بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 87. إذن كنا قد توقفنا عند التمرين رقم 4. ألاحظ نشرا لمتوازي المستطيلات، أحسب مساحته الجانبية ومساحته الكلية. إذن طبعا الحال باش نحسب المساحة الجانبية، إذن كما تلاحظوا بأنهم ما عطوناش واحد الوحدة كما هو الحال مع التمرين رقم 2، عطونا كل مربع صغير تساوي 1 ديسيمتر مربع. هنا بطبيعة الحال ما عطوناش هاد الوحدة، يعني كل مربع صغير ما قالوش لينا اشنو تيمثل، واش تيمثل ديسيمتر مربع او سنتيمتر مربع الى اخره. اذا بطبيعة الحال حنا غنحسبو بالمربعات مادام انهم ما عطوناش هاد الوحدة. اذا اولا المساحة الجانبية، المساحة الجانبية بطبيعة الحال تقتضي حساب مساحة هاد أربعة الأوجه. إذا بطبيعة الحال بين من البداية واضح بأن هاد الشكل هذا، هاد الأوجه الأربعة فيه، هما اللي تيمثلوا المساحة الجانبية. عند تشكيل هاد متوازي المستطيلات، عندما نغلقه مثلا، حنا غنفترضوا بأن هذه هي القاعدة ديالو، بأن هذا هو الأعلى ديالو لحساب الوضعية ديالو اللي كاين الآن. أما راه ممكن أننا نقلبوه وتولي عندنا هذه هي القاعدة، يوليو عندنا أوجه أخرى تمثلو المساحة الجانبية. هنا بطبيعة الحال غنعتمدو بأن هذه هي القاعدة، هذه اللي باللون الأخضر هي القاعدة، ومنه غيبان لنا بأن هاد الأوجه الأربعة هما اللي تمثلو المساحة الجانبية. إذا بطبيعة الحال الوجه الأول فيه 6 ديال المربعات، الوجه الثاني فيه 9 مربعات، 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نفس الشكل بالنسبة للوجه الثالث، بحالو بحال الوجه الأول، والوجه الرابع بحالو بحال الوجه الثاني. إذا بطبيعة الحال غنديرو 6 و 6 12 9 و 9 18. إذا 18 و 12 هي 30. إذا بطبيعة الحال المساحة الجانبية هي 30، يعني 30 مربعا، يعني هي 30 مربع صغير. إذا ثم المساحة الكلية، إذا المساحة الكلية تتساوي المساحة الجانبية زائد القاعدة في 2. مادام أن الوجه الأعلى ديال متوازي المستطيلات تساوي في المساحة ديالو مساحة القاعدة، إذا بطبيعة الحال غناخد المساحة ديال القاعدة ونضربها في 2 ثم نضيفها للمساحة الجانبية. إذا بطبيعة الحال عندنا هنا 6 و 6 12، بطبيعة الحال 6 و 6 12 مربعا زائد 30 مربعا ديال المساحة الجانبية، إذا هي 42 مربعا. إذا هذه المساحة الكلية. ننتقل إلى التمرين رقم 5، أتمم ملء الجدول. إذا بطبيعة الحال هذا الجدول هذا متعلق بهذا المتوازي المستطيلات. إذا بطبيعة الحال متوازي المستطيلات كما تنشوفوا عندنا لا لونغور يعني الطول، ثم لا لارجور يعني العرض، ثم لا هوتور يعني الارتفاع. إذا عاطينا الارتفاع الطول والعرض. بطبيعة الحال على حساب كل معطى، كما تنشوفوا المثال الأول طول مثلا بالنسبة لهاد متوازي المستطيلات غادا تغير القيم ديالو على حساب كل عمود. إذا هنا عندنا العمود الأول، غناخدو هاد متوازي المستطيلات، نفترض بأن الطول ديالو هو 5، بطبيعة الحال حتى هنا ما محددش لينا 5 أش، واش 5 متر واش سنتيمتر واش ديسيمتر إلى آخره. إذا بطبيعة الحال حنا غنخليوها هكذا، مادام أنه ما عطاوناش الوحدة حنا غنخليوها هكذا. عطاونا في الحالة الأولى الطول هو 5، العرض هو 4، الارتفاع هو 2. إذا فما هي مساحة الوجه الأخضر؟ فما هي مساحة الوجه الأخضر؟ طبيعة الحال المساحة ديال الوجه الأخضر تتعتمد على، يعني تنديرو الطول بالنسبة لهذا الوجه الأخضر، تنديرو الطول في العرض اللي هو الطول ديال متوازي المستطيلات، واللي هو أيضا العرض ديال متوازي المستطيلات. وبالتالي المساحة ديال الوجه الأخضر هي 5 في 4،
إذا المساحة هي 20، مساحة هي 20. ما المطلوب أيضا؟ مساحة الوجه الأحمر. كما تنشوفوا المساحة ديال الوجه الأحمر باش نلقاوها خاصنا طول ديالها اللي هو العرض ديال المتوازي المستطيلات، ماشي بالضرورة بحال الوجه الأخضر. الطول ديال الوجه الأخضر هو الطول ديال المتوازي المستطيلات، والعرض ديالو هو العرض ديال المتوازي المستطيلات. هنا عندنا الطول ديال الوجه الأحمر هو عرض متوازي المستطيلات، الطول ديال الوجه الأحمر هنا هو العرض ديال المتوازي المستطيلات، هو العرض ديال هاد الوجه الأحمر هو الارتفاع ديال المتوازي المستطيلات. فهنا ملي تكلمنا على الطول والعرض والارتفاع، هذه راه بالنسبة للمتوازي المستطيلات، ولكن الأوجه غتولي عند هاد القياسات غتولي عندها أسماء أخرى. بحال دابا الوجه الأحمر هنا الارتفاع بالنسبة للوجه الأحمر هو العرض بالنسبة ليها، والعرض ديال المتوازي المستطيلات هو الطول بالنسبة ليها. إذا لحساب كل وضعية، إذا طبيعة الحال الوجه أحمر المساحة ديالو شحال؟ المساحة ديالو هو الارتفاع اللي هو هنا 2 مضروب في العرض، مضروب في العرض اللي هو 4. إذا 2 في 4، 2 في 4 تتساوي 8. ثم المطلوب أيضا مساحة الوجه الأزرق. طبيعة الحال مساحة الوجه الأزرق، مساحة الوجه الأزرق أيضا تتساوي الطول في العرض، غير هو الطول ديال هاد الوجه الأزرق هو الطول ديال المتوازي المستطيلات، والعرض ديال الوجه الأزرق هو الارتفاع ديال المتوازي المستطيلات. إذا غناخدو الطول ديال متوازي المستطيلات اللي هو 5، ثم الارتفاع اللي هو العرض بالنسبة للوجه الأزرق، إذا الارتفاع هو 2. إذا الطول هو 5 والعرض هو الارتفاع ديال المتوازي المستطيلات اللي هو 2. إذا بطبيعة الحال غنضربو 5 في 2، إذا 5 في 2 هي 10. إذا المساحة ديال الوجه الأزرق هي 10، المساحة ديال الوجه الأزرق هي 10. ثم نطلب أيضا المساحة الجانبية. المساحة الجانبية بطبيعة الحال ديال متوازي المستطيلات هي الجمع ديال هاد أربعة أوجه، هو الجمع ديال أربعة أوجه. إذا بطبيعة الحال الآن حسبنا مساحة الوجه اللي بالأحمر، ثم حسبنا الوجه اللي بالأزرق. الوجه اللي بالأحمر قلنا بأنه تساوي 8، الوجه الذي هو بالأزرق قلنا بأنه تساوي 10. إذا بطبيعة الحال 8 زائد 10 هي 18. ثم نضربها في 2، بحكم أن متوازي المستطيلات في الجانب ديالو عنده وجهان من مساحة الوجه الأحمر ولا وجهان من مساحة الوجه الأزرق. إذا سنضيف الأزرق للأحمر ثم نضربه في 2. إذا 8 زائد 10 هي 18، ثم نضربها في 2 هي 36. إذا المساحة الجانبية هي 36. ثم المطلوب المساحة الكلية. إذا بطبيعة الحال إذا 36 نضيف لها مساحة الوجه الأخضر في 2. بطبيعة الحال مساحة الوجه الأخضر 4 في 5 هي 20، إذا نضيف 36 ل 40، إذا غتولي عندنا شحال؟ غتولي عندنا 76. إذا المساحة الكلية هي 76. نفس الطريقة نتبع مع العمود الثاني، الثالث، الرابع والخامس. نأخذ مثلا العمود الثاني. العمود الثاني بطبيعة الحال عندنا الطول والعرض غير معروف، الارتفاع هو 2، لكن المعطى هنا هو مساحة الوجه الأحمر. مساحة الوجه الأحمر تنعرفوا بأنها هي الطول، طول في العرض اللي هي العرض في الارتفاع بالنسبة للمتوازي المستطيلات. إذا بطبيعة الحال عدنا المساحة هي 12، المعطى أيضا هو الارتفاع 2. إذا بطبيعة الحال تنعرفوا بأن هناك عدد ما ضربناه في 2 لنحصل على 12. إلا خدينا العمود الثاني، عدنا الطول ديال متوازي المستطيلات هو 6، العرض ما معروفش، الارتفاع هو 2، لكن المعطى الآخر هو 12. هذه مساحة الوجه الأحمر، مساحة الوجه الأحمر هو 12. إذا بطبيعة الحال أولا غنبداو بهذا الوجه هو الأول.
وغنشوفوا شنو اللي نعطينا بالنسبة لمتوازن المستطيلات. عندنا الارتفاع هو 2، طبعا الحال الطول 6، طبعا الحال بالنسبة للوجه الأحمر الطول ما تهمناش ديال متوازن المستطيلات، اللي تهمنا هو الارتفاع ديالو والعرض ديالو. إذا هذا هو اللي تهمنا بالنسبة للوجه الأحمر. إذا الوجه الأحمر اللي معطينا هنا هو 2، ثم معطينا المساحة. باش نلقاو المساحة ديال الوجه الأحمر خاصنا نديرو الطول في العرض. إذا كاين شي عدد ضربناه في 2، مادام أنه عندنا في هذه الحالة ديال هذا العمود بأن متوازن المستطيلات أعطينا 2 في الارتفاع ديالو. طبعا الحال 2 هو بالنسبة للوجه الأحمر هو العرض. إذا بقى لنا الطول ديال الوجه الأحمر اللي هو العرض ديال متوازن المستطيلات. إذا تنطرح السؤال شنو هو العدد اللي ضربنا في 2 وحصلنا على 12؟ مادام أن المساحة ديال الوجه الأحمر المفروض منه أنه يكون عندنا الطول في العرض. العرض بالنسبة للوجه الأحمر كما قلنا هو الارتفاع ديال متوازن المستطيلات هو 2. إذا بقى لنا هاد الضلع هذا. إذا شحال تساوي؟ أشنا هو هاد؟ شنو هي القيمة ديال الضلع اللي ضربناه في 2 وعطاتنا 12؟ إذا بطبيعة الحال واضح بأن الطول ديال هاد الوجه الأحمر هو 6. إذا 6 في 2 هي 12. إذا غنجيو للعرض، العرض ديال متوازن المستطيلات اللي هو الطول ديال الوجه الأحمر، وغنديرو هنا 6. طبعا الحال ملي غنسجلو هنا 6 ولا عندنا دابا العرض اللي هو 6 والطول عندنا معروفنا هو 6، ولا عندنا الطول والعرض متساويان إن صح التعبير. إذا طبعا الحال باش نلقاو المساحة ديال الوجه الأخضر خاصنا نديرو الطول في العرض، غتولي عندنا 6 في 6 هي 36. إذا مساحة الوجه الأخضر هي 36. غنجيو لمساحة الوجه الأحمر، طبعا الحال عندنا معروفة، ثم مساحة الوجه الأزرق. مساحة الوجه الأزرق باش نلقاوها تنديرو طول في العرض، بالنسبة ليها هي هاد العرض طبعا الحال هو الارتفاع ديال متوازن المستطيلات. إذا طبعا الحال كما قلنا بأن الارتفاع هو 2، وبأن الطول اللي معطينا هنا هو 6، إذا 6 في 2 هي 12، إذا مساحة الوجه الأزرق هي 12. ثم غنجيو للمساحة الجانبية، تنعرفوا بأن متوازن المستطيلات عنده جوج جوايه بحال هاد اللي بالأزرق، وعنده جوج بحال هاد اللي بالأحمر. إذا يكفي أننا نشدو هاد المساحة زائد المساحة ونضربها في 2، يعني غنضوبلوها باش نزيدو هادي وهادي. إذا طبعا الحال كما قلنا الآن بأن المساحة ديال الوجه الأزرق هي 12، والمساحة ديال الوجه الأحمر هي 12. إذا طبعا الحال المجموع هو 24. إذا هذه مساحة الوجه الأزرق زائد مساحة الوجه الأحمر. إذا تبقى لنا 24 ضربها في 2 باش تلقاو المساحة الجانبية ككل. إذا المساحة الجانبية هي 48. تتبقى لنا المساحة الكلية، غناخذو 48 زائد مساحة الوجه الأخضر في 2. مساحة الوجه الأخضر كما قلنا 6 في 6 هي 36. 72 طبعا الحال هي المساحة ديال الوجه الأعلى زائد الوجه الأسفل. هي المساحة ديال الوجه الأعلى زائد مساحة الوجه الأسفل، يعني 36 في 2. إذا 36 في 2 غتعطينا 72، زائد 48 غتعطينا 120. إذا هذه المساحة الكلية ديال متوازن المستطيلات اللي الطول ديالو 6، العرض ديالو 6، والارتفاع ديالو 2. طبعا الحال انتقلنا للعمود الثالث. الطول ما معروفش، العرض ما معروفش، الارتفاع هو اللي معروف بالنسبة لمتوازن المستطيلات اللي هو 3. لكن اللي معطي أيضا هو مساحة الوجه الأحمر اللي هي 18، اللي هي 18، والارتفاع ديال متوازن المستطيلات 3، يعني هذا بأن العرض ديال الوجه الأحمر هو 3، وبالتالي غنعرفوا العرض ديال متوازن المستطيلات أو الطول ديال الوجه الأحمر. إذا الطول ديال الوجه الأحمر أشنو هو؟ يعني عندنا عدد مضروب في 3 تتعطينا هذه المساحة اللي هي 18. إذا شنو هو العدد اللي ضربناه في 3 اللي هو العرض بالنسبة للوجه الأحمر؟ شنو هو العدد اللي ضربناه في 3 وعطانا هذه المساحة اللي هي 18؟ إذا تنعرف بأن المساحة ديال أي مستطيل هي الطول في العرض. إذا حتى هنا غنطبقوا نفس القاعدة، طول في العرض. العرض بطبيعة الحال هو الارتفاع ديال متوازن المستطيلات اللي هو 3. شنو هو العدد اللي ضربناه في 3
هو عطانا هاد 18. إذا بطبيعة الحال واضح بأن العدد هو 6، إذا 6 في 3 تتعطينا 18. إذا هاد العرض اللي هو الطول ديال الوجه الأحمر تساوي 6. إذا بطبيعة الحال غنجيو للعرض وغنحطو 6 هنا. إذا غنحطو هنا 6 بالنسبة للعرض، تبقى لنا الطول ديال المتوازي المستطيلات. باش نعرفوه خاصنا نمشيو لمساحة الوجه الأزرق. طبيعة الحال عاطينا بأن المساحة ديالها 27، طبيعة الحال 27 سنتيمتر مربع متر مربع، المهم أن بالمربع ولكن لا نعرف الوحدة. إذا باش نعرفو المساحة الزرقاء حتى هي تنعملو لها طول في العرض. طبيعة الحال العرض ديالها هو العرض ديال الوجه الأحمر اللي هو 3، اللي هو الارتفاع ديال المتوازي المستطيلات. إذا بطبيعة الحال طول في العرض غيعطينا المساحة. أشنا هو العدد اللي ضربناه في 3 وعطانا 27؟ إذا واضح بأنه 9. إذا 9 في 3 تتعطي 27. إذا هاد آل اللي هي الطول ديال الوجه الأزرق واللي هي الطول أيضا ديال المتوازي المستطيلات هي 9. إذا بطبيعة الحال غنجيو للآل هنا وغنحطو 9. إذا عندنا دابا 9 وعندنا 6. إذا احنا حصلنا على الأبعاد 3 ديال المتوازي المستطيلات، وبالتالي ممكن أننا نكمل المساحة الجانبية المساحة الكلية بنفس الطريقة اللي كنا عرفنا. نجيو لهنا العمود الرابع اللي تهمنا في هادشي كله أننا نحصلوا على لوتو، يعني الارتفاع ديال المتوازي المستطيلات. إذا عندنا المساحة الكلية، عاطينا المساحة الكلية هي 118. إذا بطبيعة الحال باش نلقاو هاد لاهوتوغ أشنو خاصنا نعملو؟ بطبيعة الحال باش نلقاو المساحة، بطبيعة الحال باش نلقاو الارتفاع، بطبيعة الحال باش نلقاو هاد الارتفاع اللي عندنا هنا، بطبيعة الحال باش نلقاو هاد الارتفاع اللي عندنا هنا، إذا أشنو غنعملو؟ بطبيعة الحال اللي زيد عاطلنا هو المساحة الكلية. إذا عندنا الطول والعرض، الطول والعرض، الطول هو 7، العرض هو 5. الطول والعرض أشنو ممكن نلقاو به؟ الطول والعرض فاش غيفيدنا؟ اللي غيفيدنا فيه الطول بطبيعة الحال والعرض هو أننا ممكن نعرفو المساحة العليا والمساحة السفلى ديال القاعدة. إذا ممكن نعرفو المساحة الخضراء والمساحة المقابلة لها. إذا باش نلقاو هاد المساحة غنديرو الطول في العرض. إذا غنلقاو غتولي عندنا 7 في 5، 7 في 5 هي 35. إذا هذه هي مساحة الوجه اللي باللون الأخضر. ثم الجهة السفلى غيكون عندنا نفس القياس اللي هي 35. وبالتالي إلا خضينا المساحة العليا زائد المساحة السفلى جمعناهم بجوج، إذا غتولي عندنا 35 زائد 35 غتعطينا 70. إذا غنشدو هاد 70 وغنقصوها من 118 اللي هي المساحة الكلية. إذا 118 ناقص 70 شنو غتعطينا؟ غتعطينا 48. إذا 118 ناقص 70 اللي هي المساحة العليا زائد المساحة السفلى غتعطينا 48. إذا شنو هي 48؟ هذه المساحة الجانبية. إذا شدينا المساحة الكلية، حيدنا منها المساحة الخضراء والمساحة المقابلة لها. كما قلنا بأن المساحة الخضراء هي 7 في 5، 7 في 5 أعطتنا المساحة الخضراء، نفس الشيء بالنسبة للقاعدة. إذن هاد المساحتين غنقصوهم من المساحة الكلية. إذن 118 ناقص 35 في 2 اللي هي 70 غتعطينا 48. إذن طبعا حاجة ما غيولي عندنا، غنشدوا هاد المساحة الجانبية باش يسهل علينا الأمر، وغنشدوها بحال غنفكوها، غنديروها مستطيل واحد، غتولي بحال الشريط. إذا غنشدو هاد المساحة الجانبية وغادين نوضعوها بشكل مستقيمي، غيولي عندنا لاهوتور، غيولي عندنا الارتفاع، ثم غيولي عندنا واحد الطول. هاد الطول فيه آل جوج مرات وفيه هاد آل جوج مرات، غيولي عندنا بحال واحد مستطيل اللي العرض ديالو هو هذا والطول ديالو هو هذه جوج مرات زائد هذه جوج مرات. يعني غنشدو هذه المساحه الجانبيه وغنسرحوها مع الارض، بمعنى اخر يعني بجوج مرات ديال الطول وجوج مرات ديال العرض، والعرض ديالها غيكون هو هذا الارتفاع.
اذا اشنو غيولي عندنا؟ اذا المساحه ديال هاد الطواله ككل هو 48. اذا حنا عندنا ال وعندنا ال. اذا عندنا ال هي 7 و ال الاخرى الصغيره هي 5. 7 جوج مرات و 5 جوج مرات. 7 جوج مرات هي 14، 5 جوج مرات هي 10. اذا 14 زائد 10 غتولي عندنا 7 زائد 7 ديال الجهه الاخرى، هاد الجهه مع الجهه الاخرى 7 جوج مرات، وعندنا هاد الجهه الحمراء مع الجهه المقابله لها، يعني 5 جوج مرات غتعطينا 10. اذا 10 زائد 14 هي 24. اذا هذا الطول ديال هاد المستطيل اللي غنحصلوا عليه ملي غنشروا هاد المساحه الجانبيه. اذا الطول ديالها كما قلنا هو 24. المساحه ديالها اللي لقينا ملي نقصنا من المساحه الكليه الوجه الاخضر والوجه المقابل ديالو، المساحه الجانبيه هي 48. اذا الطوالة هي 24 والمساحه هي 48. اذا شحال العرض ديالها؟ اذا شحال العرض ديالها؟ العرض ديالها هو 2. اذا له تا بمعنى اخر هو 2. اذا غنقيدو هنا، غنسجلو هنا 2 وغنكملو العمليه بشكل عادي مع الاسئله الاخرى. نجيو للخانه الاخيره، عندنا مساحه الوجه الاخضر، مساحه الوجه الاحمر، مساحه الوجه الازرق. مساحه الوجه الاخضر هي 50، مساحه الوجه الاحمر هي 10، مساحه الوجه الازرق هي 20. ممكن نعرفوا المساحه الجانبيه، غنشدوا الازرق زائد الاحمر نضرب في 2. ممكن نعرفوا المساحه الكليه، غنشدوا المساحه الجانبيه زائد المساحه الخضراء في 2. غيبقى لنا الارتفاع والعرض والطول. فيما يخص العمود الاخير، عندنا مساحه الوجه الاخضر هي 50. مساحه الوجه الاخضر هي 50. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان ال طول في ال في العرض تساوي 50. اذا بطبيعه الحال غنسجلوا ال فال تتساوي 50. مساحه الوجه الاحمر تتساوي 10. ما معنى هذا؟ معنى ان ال صغيره مضروبه في اش تتساوي 10. اذا غنسجلوها. اذا غنعملوا ال مضروبه في اش تتساوي 10. غنجيو لمساحه الوجه الازرق اللي تساوي 20. مساحه الوجه الازرق تلقاوها ملي تنضربوا الطول في الارتفاع في اش. اذا غنديروا ال كبيره ال ماجيسكول فوا اش. اذا مضروبه في اش تتساوي شحال؟ تساوي 20. اذا ولات عندنا ثلاثه المعادلات، ولات عندنا ثلاثه المعادلات. اذا عندنا ال مضروبه في ال تتساوي 50. ما معنى هذا؟ معناه ال كبيره تتساوي 50 على ال صغيره. غنجيو للمعادله الثالثه، بدل اننا نحطوا ال كبيره غنحطوا في بلاصه ال كبيره غنحطوا 50 على ال صغيره. فبدل تولي عندنا ال كبيره مضروبه في اش، غتولي عندنا 50 على ال صغيره مضروبه في اش. شحال تتساوي؟ طبعا بحال غنكمل المعادله عادي، تتساوي 20. ومنها غنستنتجوا بان 50 اش تتساوي 20 ال صغيره. ثم غنديو هاد 50 للجهه الاخرى، غتولي عندنا اش تتساوي 20 ال مقسومه على 50. ومنها اش تساوي 2 على 5 ال صغيره. هذه غنسجلوها. اذا هذا اش تساوي 2 على 5 ال. غنجيو للمعادله الثانيه، عندنا اش تتساوي 2 على 5 ال. غنعوضوها في بلاصه اش. اذا فبدل اننا نخليو اش غنحطو 2 على 5 ال، غنحطو المقابل ديالها اللي تيساويها. اذا غتولي عندنا ال صغيره مضروبه في 2 على 5 ال تتساوي 10. ومنها 2 على 5 ال مربع، لان عندنا هنا ال في 2 على 5 في ال، يعني بحال عندنا ال في ال في 2 على 5، يعني كلشي ما عندناش هنا زائد ولا ناقص، عندنا كلشي ضرب. اذا ال في 2 على 5 في ال هي ال في ال في 2 على 5 او 2 على 5 في ال مربع. اذا 2 على 5 ال مربع تتساوي 10. ومنه ال مربع تتساوي 50 على 2. 50 على 2، 2 على 5 غنديوها الجهه الاخرى. اذا 5 في 10
وغنقسمها لهاد الاثنين اللي مضروبه في ال مربع، غتعطينا ال مربع تساوي 50 على 2 تساوي 25. ومنه غنستنتجو ال مربع تساوي 25. اش المقصود بهذا؟ المقصود بان ال تساوي 5، المقصود بان العرض تساوي 5. اذا دابا حنا لقينا العرض، غنرجعوا للمعادله الاولى. فاش درنا ال في ال تساوي 50 ودرنا ال تساوي 50 على ال، عندنا ال صغيره تساوي 5. اذا اشنو غتساوي ال كبيره؟ عندنا واحد العدد نضرب في 5 تساوي 50. اذا راه باين ان هذا العدد هو 10. اذا 10 في 5 تساوي 50. اذا ال كبيره تتساوي 50 على ال صغيره تتساوي 50 على 5 تتساوي 10. اذا دابا لقينا ال كبيره اللي هي 10، ثم غننتقلوا باش نلقاو اش. اذا طبعا بحال يكفي اننا نحطوا القيمتين في المعادله الثانيه او الثالثه. اذا طبعا الحال عندنا ال فاش تساوي 10، اذا ال كما قلنا هي 5، اذا 5 مضروبه في اش تعطي 10. اذا شنو هو العدد اللي نضربه في 5 تعطي 10؟ اذا هو 2. اذا اش تساوي 2. غنجرب في المعادله الاخيره، عندنا ال كبيره هي 10 مضروبه في هذا العدد اللي هو اش تعطي 20. اذا بين بان العدد هو 2، اذا اش هو 2. اذا هذه هي القيم اللي غتاخذها هاد الابعاد الثلاث. اذا كما قلنا بان ال صغيره يعني العرض تساوي 5، الارتفاع تساوي 2، والطول تساوي 10. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.